مع تسارع الأحداث، انتشار الأخبار، ازدحام الجرائد، وأمام شاشات باتت عنصر توجيه وتربية لها مفرداتها ومعانيها، ثم وسائل تواصل تتحدث لغة كاملة قائمة بحد ذاتها، أمام المشاهير، المؤثرين، المتحدثين، المنظرين، يطرح سؤال: هل فعلا هي مهنة من لا مهنة له؟ ليس كذلك ولن يكون. فالإعلام ليس توظيف الأجمل والأكثر رشاقة، ليس تضاعف الكم على حساب الكيف. الإعلام ليس تقليد واستنساخ، ليس ضحالة فكر. الإعلام يا سادة هي أو هو الأولويات، أقلام النخبة، صناعة الوعي، هو موضوعية، جرأة، نزاهة، شفافية، احترام العقول والخصوصيات، قيم وأخلاق، هو سلطة رابعة ومسؤولية.